اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعه الدوريه للموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التي تخدم المواطن تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي اطار جولته التفقديه لعدد من المشروعات التنمويه والخدميه بمحافظه الاسكندريه تفقد رئيس الوزراء مشروع الاستراتيجيه المتكامله لاداره مياه الامطار الذي يعد احد الحلول الجذريه التي من شانها ان تسهم بشكل كبير في الحد من الاثار الناجمه عن الزياده الكبيره في كميات مياه الامطار على محافظه الاسكندريه خلال السنوات الاخيره تدعيات تداعيات التغيرات المناخية